يا اسطى متفائل يوم الثلاث، حاسس ان احنا هننفخهم كده. اللعيبه بتاعتنا رجاله وعملنا ماتش حلو قدام شالكه في ديربي الراب وغلبناهم 4-0، والنهارده بنكسب في فولفسبورج 2. تفتكر هنعمل ايه يا اسطى قدام بايرن؟ نشد ولا نعمل زي كل مره؟ والله يا صاحبي انا مش عارف، بس احنا فرقتنا دي ب 7000 حاله، يعني ممكن تلاقي العيال قدام البايرن يوم الثلاث في ملعبنا كده والعالم كله مستنينا ينزلوا يدافعوا قدام بايرن ونتغلب عادي زي الدور الاول. العالم كله كان بيقول ان احنا نحط على بايرن وتحط علينا في ملعب اليانز ارينا. بص يا اسطى، احنا في الماتشات قدام بايرن مفيش مقياس غير ان احنا بنروح نتغلب ونيجي، انما الماتش في ملعبنا بقى والعالم كله مستنينا ان احنا نعمل حاجه، ما تطمنش قوي يا اسطى، عشان احنا لما بنشوف بايرن قدامنا كده بتحس ان في حاجه غلط وان الالمان ضحكوا علينا وحطوا لنا فرقه ما تتغلبش باوامر هتلر. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت جاي لي من نتائج البحث كل سنه طيب يا صديقي، لو انت من الناس اللي جات لهم اشعارات واستغفر الله العظيم فتحوها شاف ان انا نزلت فيديو بتكلم فعلا عن مباراه بروسيا دورتموند وفولفسبورغ، برده كل سنه انت طيب. ولو انت داخل ومش تعمل سبسكرايب ولا لايك وهتعمل ديسلايك فكل سنه انت طيب برده يا اسطى. بص يا اسطى، ما بقولش معاك نعم ولا اي حاجه، بس مش هتخسر حاجه لو عملت لايك وسبسكرايب، وكل سنه انت طيب بمناسبه العيد. بص انا عارف ان انت الايام دي ما قدامكش اي مباريات شغاله فبتتفرج على الدوري الالماني، ومنك بتتفرج على الدوري الالماني فلقيت بروسيا دورتموند قدامك بيلعب فولفسبورغ مركز ثاني ومركز ثالث، وبروسيا لما يكسب هيكون الفرق بينه وبين بايرن نقطه واحده، والمباراه الجايه الكلاسيكر ما بين البايرن وبروسيا دورتموند في الاليانز الدور الاول بروسيا غير الثلاثه، وهيلعبوا المره دي على السيجنال ادونا بارك بقى، ويلا بقى سخنين والدنيا تبقى بالنسبه لنا تمام. طب قشطه يا اسطى، المباراه النهارده كانت سهله وبسيطه وفي الخفيف كده. فرقه بتلعب الفرقه بتلعب 3-4-2-1 اللي هي بروسيا دورتموند، وفولفسبورغ الناحيه الثانيه بتلعب لها 4-4-2 اللي هو بص انت كل اعتمادك على اشرف حكيمي وجريرو على الاطراف، انا هقفل لك بال 4-4-2. طب الكلام ده حصل يا صاحبي؟ بص يا صديقي، هو الكلام ده حصل في الشوط الاول، لان الشوط الاول كنا بنلاقي ان في كده تسرع غير طبيعي من لعيبه بروسيا دورتموند اللي هم اساسا ايقاعهم واقع شويه وبيعتمدوا على مايسترو الايقاع بتاعهم جوليان براندت، ان هو الراجل يروح ناحيه الشمال شويه يشغل جريرو، يروح ناحيه اليمين شويه يشغل حكيمي، هم معتمدين على ان الراجل بيعرف يتصرف، وكمان بيعتمدوا على ان تورجن هازارد هيساعده على الناحيه الثانيه، ده راح شمال الثاني يروح يمين، والعكس بقى يا صديقي. وبصراحه يعني الناس الشوط الاول اللي كانوا بيحاولوا ان هم يلعبوا كوره برتم سريع قوي، فالرتم السريع قوي اللي هم كانوا عايزين يعملوه كنت تلاقي ان في سربعه وان هم مش عارفين يظبطوا الكوره، وان هو كل شويه تلاقي ان الباصه جت ورا اللعيب جت قدام، وتحس ان مفيش ايقاع كده ثابت في الملعب. بس عادي يا اسطى، ما فولفسبورغ واقف مستني ان هو يلبس جول، هاجم شويه بس بعد كده رجع نشوف بقى بعد ما لبس الجول الاول هنعمل ايه. وفعلا يا صديقي الصدوق، بعد ما لبس الجول الاول خلاص يا اسطى، يعني خلاص الدنيا بالنسبه لهم عامله ازاي، هم لبسوا الجون الاول في الشوط الاول خلاص بقى يلا بقى يا جماعه نخش نهاجم الشوط الثاني. فعلا دخلوا هاجموا الشوط الثاني ولقوا ان هومز اتصاب. اول ما هومز اتصاب تحس كده ان في حاجه زلزال ضرب بروسيا دورتموند، الفرقه كلها تحت الكوره، امريتشان نازل مكانه علشان خاطر ما فيش اي حد مساك على الدكه، وقال يا جماعه امريتشان هو الديفندر، هو المساك اللي بيلعب تحت جنب اكانجي وجنب شيلشيك، وهو بسم الله ما شاء الله الاثنين عندهم بطء غير طبيعي. فاول كور راحت عليهم في الشوط الثاني راحت انفراد، والراجل شاطها جت في العارضه، بس ايه ده على قلب يا اسطى، انا كده كده بلعب من غير مساك وحالتي منيله ب 60 نيله، الفرقه كلها بقت تحت الكوره 4-5-4-1 صريحه يا اسطى. الشوط الثاني الفرقه كلها تحت الكوره، اشرف حكيمي ما بيتحركش كتير، جاري ما بيتحركش كتير، خلاص اتحرك وربنا كرمهم جابوا الجون الاول في اللعبه اللي هي الطبيعيه بتاعتهم. بتلاقي ان جريرو اول ما شاف الكوره جايه من ناحيه اليمين ناحيه حكيمي بتلاقيه ضم على جوه، وفعلا الراجل ضم على جوه، الكوره عدت هالاند بطريقه غير طبيعيه، هالاند شاط الهوا يعني يا اسطى، عمال نقول سفاح والراجل بيتمنى ما شاء الله يعني جريندايزر، وهي الكوره بتيجي بيجيبها جون راح متزحلق زحلقه غريبه في الجون الاول. فجريرو الراجل عنده سنس الهداف فراح جايب الكوره في الشبكه وربنا كرمه وجاب الجون الاول. الشوط الثاني زي ما قلنا بقى صديقي، بص انا دخلت لك على الشوط الثاني قبل ما نتكلم على الجون، بص يا صاحبي انا مش ترمومتر، انت جاي هنا عند بني ادم يعني مش جاي هنا عند روبوت سعادتك. بص يا صاحبي، هما الشوط الثاني ربنا كرمهم وفتحت الكوره خلاص بقى مفيش اي كوره هتتلعب علينا. الناحيه الثانيه فولفسبورغ عمال يلعب عرضيات ونلعب 4-4-2 ويلا يا جماعه الاثنين اللي قدام يلا يا جماعه نستغل اي كوره عرضيه، لا العرضيات كانت بتتلعب يا قدامهم يا وراهم يا اسطى، فغالبا ما كانوش بيستفادوا منها اي حاجه غير ان نص الملعب بتاع بروسيا كان عامل اداء عالمي بصراحه، اذا كان محمود داوود ولا ديلان. يا اسطى هو اسمه محمود داوود، انا الفيديو اللي فات قلت داوود عشان كده مسحته واكتشفت ان هو محمود داوود. بص يا اسطى مش هنقعد نختلف مع بعض على محمود داوود ولا داوود. بعد كده لقينا ان لوسيان فافر حس في مشكلة عندي، في مشكلة في الريتم والإيقاع والكلام ده، فرحت مطلع يوليان براندت اللي هو الوحيد اللي ممكن يعمل إيقاع للفرقة، ومقابل إن أنا ضحيت بكده إن أنا هخلي الفرقة تلعب سرعات بقى وبلا إيقاع ولا ريتم ولا أي حاجة، وراح منزل مكانه جودن سانشو.
وجون سانشو نزل معناها ان احنا بص هنعتمد على الكرات المرتده، واول ما نعتمد على المرتدات هتلاقي ان في متعه غير طبيعيه في مشاهده بروسيا دورتموند نسخه فافرو بتتحول من الكره مش معاهم للكره معاهم، بتلاقي ان اشرف حكيمي طياره لقدام وبتلاقي جريرو الناحيه الثانيه طياره لقدام، وبتلاقي ان كده كده هالاند الراجل طياره لوحده وتورشن هازارد بره الراجل طياره، بتلاقي ان خمس لعيبه كده من الحاله الدفاعيه الحاله الهجوميه هوب نطوا في منطقه جزاء فول فوتبورغ. وفعلا الهدف الثاني كان نفس الطريقه، بس الهدف الثاني بصراحه متخصص من اشرف حكيمي فخر العرب في المانيا. بص يا صديقي هو بصراحه ربنا جون عالمي، الراجل حطها في خرم الابره الكره مقفوله، اشرف حكيمي حطها ولا اروع من كده. وبعد كده بقى بنلاقي ان لوسيان فافر قال لك يلا نغير بقى، ما احنا داخلين على ماتش البايرن الماتش الجاي ولا نغير يا جماعه، وبتلاقي ان الواد الفيرود اللي لسه نازل من فولفسبورغ بيدوس دخله غبيه على الراجل، وبعد ما بيطرد بيحس ان هو ما كانش عايز يابا. بس في ظل كل ده تلاقي ان انت اتفرجت على المباراه عادي ما فيهاش اي حاجه جديده، يعني فرقه عايز تكسب او ربنا مكرمها وجابت الجون الاول رجعوا واقف في خط الدفاع، والفرقه الثانيه صاحبه ملعب بقى يلا بقى نهاجم بقى شويه، هاجموا شويه وبعد كده راحوا لبسوا الثاني عملت اللي عليا طلعت هاجمت البيس الجون الثاني اعمل ايه يعني افضل ادافع طول الماتش. بصراحه يعني فولفسبورغ عمل اللي عليهم غير ان هم يعني الماتيريال والقماش تقدر تقول عليها ان هي عاديه قوي، انما ماتيريال لوسيان فافر في بروسيا دورتموند لا الموضوع عالي قوي، الراجل معاه لعيبه عاليه جدا، اذا كان اشرف حكيمي على الناحيه اليمين ولا جريرو اللي بيعرف يجيب جون بيعرف امتى يتوغل وامتى يخترق في الوقت المناسب، ولا كمان هالاند الراجل اللي بصراحه ربنا يعني تقدر تقول عليه سفاح سفاح حتى لو الجون الاول عدى منه بطريقه غير طبيعيه، وكمان يعني بصراحه براندد اللي هو ايقاع ومايسترو الفريق، راجل عمل مباراه عالميه والماتش اللي فات عمل مباراه عالميه، تقدر تقول لي طب وفين يا اسطى بقى اللياقه البدنيه اللي كانوا بيتكلموا عليها ان بروسيا عندها لياقه بدنيه؟ يا صديقي الصدوق فرقه لسه راجعه من 60 يوم غيابات ومفيش ماتشات ولا اي حاجه، هترجع لهم اللياقه من اسبوعين تدريبات وبعد كده 90 دقيقه يلعبوها قدام شالكه، غير ان شالكه كان جايب مازيوتا اساسا يا صاحبي، فاي فرقه كانت تلعب قدامه كانت تعلم عليه، فلما بروسيا لعب عليهم ماتش كويس بقى قال لك بس الماتش ده احسن حاجه في الدنيا. انما بروسيا النهارده الشوط الثاني لا الفرقه وقعت ايقاع والفرقه وقعت بدني والفرقه وقعت لما هوملز طلع وثلاث ارباع حاجات غريبه قوي قدام الفرقه، وغير ان هم بصراحه يعني ممكن تقول ان هم فكروا في ماتش البايرن، لما هم فكروا في ماتش البايرن بتحس ان في كلب سعران بيجري على لعيبه بروسيا. فنتمنى ان هم يورونا مباراه غير طبيعيه في الكلاسيكر كده، وان انا يعني ارجع ان انا اقول يا جماعه لا الكلاسيكر ده في فرقتين في المانيا مسيطرين، يعني انا بصراحه من الناس المقتنعه ان بايرن في المانيا بياخد كل حاجه وهو نايم في بيتهم، وان بروسيا بيخاف منهم حتى كمان بروسيا بيكون قوي بيخاف منه، يعني بروسيا الناس النسخه الحاليه اقوى بكتير قوي من بايرن ميونخ، بس سبحان الله يا اسطى هم بيشوفوا البايرن جاي من بعيد كده تحس ان خلاص في كهرباء زياده دخلت في لعيبه بروسيا. اتمنى ان انا اشوف ماتش حلو من الثلاثه عشان بصراحه ربنا نفسي الكوكب كله يتفرج على ماتش حلو من الثلاثه، كلنا قاعدين بنتفرج على الدوري الالماني عشان خاطر ما فيش غيره يعني من الكلام ده، فمستنيينكم تعملوا ماتش حلو يا اسطى. بص لو انا طولت عليك في السبع دقايق دول يا اسطى فام سو سوري يا اسطى، ولو انت مش عايز تعمل لايك وسبسكرايب براحتك يا اسطى، بس بصراحه يعني الماتش النهارده ما كانش توب وما كانش وحش، يعني ماتش عادي ومن فرق مركز ثاني فرق مركز سادس، ماتش البايرن بقى الساعه 6:30 يا اسطى هو اللي هيكون مدعكه، لان البايرن كان خسران من هوفنهايم 5 بس لما انت رحت فرانكفورت يا اسطى، بص يا اسطى هوفنهايم انت رحت انا مش عايش في المانيا وبتفرج على الدوري ده، احنا زيك بس بتفرج على الدوري ده عشان خاطر ما فيش غيره، هتعمل لايك بقى يا اسطى ولا هتطلع اسيل زيي؟